تاريخ النهارده مش حكايه لاعب وقع مع النادي الاهلي، لاعبين كتار، لاعبين عظام بيوقعوا مع النادي الاهلي، لكن الظروف اللي وقع فيها محمد مجدي قفشه، الانتقال عكس الاتجاه اللي عمله محمد مجدي قفشه، الانجازات اللي حققها محمد مجدي قفشه بالتاكيد حطته على بدايه طريق الملهمين في الوقت اللي بعض ابناء النادي او كنا نظنهم ابناء النادي خدوا الاتجاه المعاكس وشافوا الطموح بعيدا عن النادي الاهلي، وده حقهم تماما. اعتقد هم حاليا اكثر ناس بتحاسب نفسها على الاختيار. جاء محمد مجدي قفشه قال انا النادي الاهلي، انا حلمي النادي الاهلي، انا طموحي النادي الاهلي، انا براهن على النادي الاهلي. وفي قاموس النادي الاهلي اللي بيراهن على النادي الاهلي صدقوني دايما دايما هو الكسبان. النهارده يا فارس مر بسنتين على تعاقد النادي الاهلي مع محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه بالنسبه لي هو استمرار وامتداد لروح بتسكن النادي الاهلي، وهي فكره اللاعب اللي بيكون موجود في كل جيل عظيم عشان يكون اللاعب الاساسي في صناعه هذا الانجاز، اكيد بكل المعاونه مع اللاعبين. ارجع في تاريخ النادي الاهلي، مختار التتش، كابتن محمود الخطيب، كابتن محمد ابو تيكه، محمد مجدي قفشه، دايما هتلاقي حد طالع من البيوت البسيطه شبهنا، شبه الجمهور، شبه النادي الاهلي، بيصنع مجد. قفشه فهم حاجه، قطر النادي الاهلي ماشي لمحطه اسمها المجد، يا تركب في قطر النادي الاهلي اللي رايح محطه المجد دي، يا تنزل وسط الطريق، يا تختار قطر تاني رايح محطة تانية. ممكن تعتقد ان القطر التاني ده الطموح فيه انه يوصلك اسرع، ممكن تقتنع ان القطر ده هيوصلك لمكان تكسب فيه حاجات اكتر، بس صدقني الرحلة بتاعة قطر النادي الاهلي ثبت تاريخيا ان هي الرحلة التي يتزين بها كل من انتمى للنادي الاهلي، وكان من بين هؤلاء اللي لم ولن ينساهم جمهور النادي الاهلي. فرأيي انت يا قفشه الان في قطار المجد للنادي الاهلي، نصيحه نصيحه، اوعى تنزل في اي محطه غير لما تنتهي رحلتك وانت في محطه المجد. كل سنه وقفشه موجود في النادي الاهلي، كل سنه واللاعب اللي اختار النادي الاهلي وقت ما كتير جدا كان بيفكر يختار حاجه تانيه. بالتأكيد يا فارس، ولكن في النهاية هو كل شخص وله طموحه، ودي كلام أو دي جملة سمعناها مؤخرا في الإعلام من أحد اللاعبين اللي قال كل واحد بيحسب طموحه على حسب احتياجه أو على حسب ما هو شايف. قفشة حسب طموحه من كل شيء، المجد، البطولات، الشعبية، الشهرة، كمان المقابل المادي اللي بيتحقق، التاريخ، كل شيء ممكن تفكر فيه هتلاقيه موجود في النادي الاهلي. قفشه اللي كتب بعد البطوله الخامسه 5 بطولات مع النادي الاهلي، كنت فاكرهم زمان كتير، دلوقتي لا خلاص دول قليلين، انا عندي طموح اكبر من كده. قول لهم جيل ابو تريكه ووائل جمعه راجع تاني. صحيح احنا مش بنستنسخ اجيال، ولكن كل جيل ولسماته الشخصيه. اعتقد الجيل ده على الطريق ان هو يتسجل في تاريخ النادي الاهلي ضمن افضل الاجيال.